أنا اسمي أميليا إيرهارت، أنا أول بنت أطير لوحدها في محيط الأطلسي. تحاولت وأنا أدور حول الأرض ولكن اختفيت في محيط الهادي. أنا محمد خوازمي، ولدت في خوازم وعشت في بغداد. أنا من أشهر علماء المسلمين، أنا من أول من رسم خارطة الأرض. أنا اسمي ابن بطوطة، ولدت في المغرب. أنا مستكشف ورحالة وعالم، وأول رحلة لي بعيدة عن بلادي هي مكة المكرمة، واستمرت رحلاتي 29 سنة. اسمي سارة صيغة، أنا عالمة فيزياء فلكية، ولدت في عام 1970. أنا رائدة في عالم الكواكب الخارجية الواسعة وغير المعروف. أنا اسمي إسحاق نيوتن، ولدت في عام 1643 في إنجلترا. كنت أجلس تحت الشجرة وسقطت تفاحة على رأسي بشكل مستقيم، فساعدتني التفاحة في أن أكتشف قانون الجاذبية. أنا اسمي هوراسمون، أنا من اخترع النظام المدرسي. أسست النظام المدرسي لنتعلم ونخترع الأشياء الجديدة. أنا محامي سياسي، ولدت في الولايات المتحدة في عام 1796. أعرفكم بنفسي، أنا أدعى العالمة كارولين هيرشل، ولدت في ألمانيا عام 1750 ميلادي. يدعونني بأيقونة النساء في علم الفلك. لقد ساهمت الكثير في العلم واكتشفت العديد من المذنبات والسدم في درب التبانة وغيرها. أنا ألكسندر غراهام بيل، ولدت في اسكتلندا، وأنا عالم ومعلم للصم. أهم اختراعاتي هي الهاتف، وعملت بجد وتعب شدة لبدء تشغيله حتى تم إنشاء شركة الهواتف باسمي. أنا مريم الأسترلابية، عالمة فلك مسلمة، اخترعت الأسترلاب. عشت في القرن العاشر في مدينة حلب، والأسترلاب آلة فلكية قديمة أطلق عليها العرب ذات صفائح، وهو نموذج ثنائي للبعد للقبة السماوية، يظهر كيف تبدو السماء في مكان محدد في وقت محدد. أنا نابغة في مجلات الفلك والرياضيات والهندسة. أنا اسمي سلطان بن سلمان بن عبد العزيز السعود، أنا سعودي. قضيت 7 أيام و1 ساعة و38 دقيقة في الفضاء، وأنا أول رائد فضاء عربي مسلم.